السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن ازاي نحذف حسابنا على الفيسبوك بشكل نهائي. هنيجي نفتح الفيس، الثلاث صورات اللي في الجنب دول، ننزل لاخر حاجة عند الاعدادات والخصوصية، بعد كده عند اختصارات الخصوصية، هننزل للاخر هنا في معلوماتك على فيسبوك، هنيجي عند حذف حسابك ومعلوماتك. جاب لي اختيارين، اول واحد الغاء تنشيط الحساب، اللي هو ايه يعني زي تعطيل كده الحساب، حاجه كده بشكل مؤقت. انما لو عايزه احذف الحساب بشكل نهائي هيبقى الاختيار التاني، وبعدين اعمل متابعه لحذف الحساب. بس لو عملنا الاختيار التاني مش هنقدر نوصل للحساب ده تاني خالص، وهيحذف كل حاجه بقى، سواء على الفيسبوك او على الماسنجر برضو. وبس كده.